مقادير العصير او مكونات العصير بتاعتنا، التلج المتلج بتاعنا المعتاد، ومعانا كمان الجزر طبعا مغسول ومتقشر ومسلوق كويس جدا. يعني ايه 3 4 سوا كده؟ لا ده زياده كمان، يعني تقدري تاكليه كده بصوا دايب اهو عشان نحطه في الخلاط يدوب معانا على طول. تمام خلاص احنا شفنا. يلا ماشي. طيب انا هحضر الشفشق بتاعي لحد ما ننزل بالمقادير، يلا بينا اهو. وهنجيب الشبات بتاعتنا، كوبايات الشقيانه التعبانه معانا طول الوقت هو والخلاط اهو. ماشي معانا المكونات: جزر، ليمون، عصير ليمون، سكر، ونعناع فريش. بس كده سهل وسريع وبسيط. يلا بينا، كفايه كده الدقيقتين هيخلصوا. يلا بينا. ادي الجزر تمام، وهناخد السكر، ومعانا التلج سايح فيه ميه هناخده وهنحط عليه برده شويه ميه كمان. ومعانا بقى حوالي يعني فنجان من الليمون معصور ومتشال منه البذر وكل حاجه اهو. هناخد بقى شويه ميه كده حلوين عشان ندور الخلاط ده ويدينا كده ايه طعم وكوام ويبقى حلو اهو. بس كده تعالوا بقى نضرب كده. ما خدناش النعناع، النعناع هناخد حبه دلوقتي، وكمان حبه هنديله تخريزه كده في الاخر عشان بتفرق جدا في الطعم وفي الشكل. يلا بينا. زي ما قلنا ان احنا ناخد شويه نعناع دلوقتي اهو ونحطهم كده عشان ناخد ريحتهم وطعمهم وكمان التخريزه بتاعته الحلوه اللي احنا بنحس بيها واحنا بنشرب العصير ده، مهم جدا اهو. بس كده كفايه علينا قوي. نقفل الخلاط بتاعنا ونضرب ضربه كمان سريعه جدا يعني مش تاخد مننا حاجه. يلا انا خايفه بس ما النعناع كده هو مخرص كده جوه العصير، انت تحس ان هو عصير مانجا. يلا بينا نصب كده كام كوبايه معانا. بسم الله نقدر نخفه عن كده، وده قوامه بالنسبه لي حلو قوي، بس انتوا لو حابينه خفيف عن كده شويه اهو، ونقدر نضربه عن كده كمان نخليه ناعم عن كده كمان شويه. الشكل اللي احنا شايفينه ده عصير فريش وجميل، وطعم الجزر مع الليمون مع النعناع هتلاقوه حلو جدا طبعا مع التحليه اللي احنا عايزينه، يعني احنا نقدر نحط سكر على حسب الرغبه. تمام كده. تعالوا بقى ننقل وصفاتنا دي ونطلع فاصل حالا. حاضر اهو يلا بينا. اشيل بس الخلاط ده معلش، ارتب احوالي كده اهو. تعالوا بقى ناخد الوصفه بتاعتنا دي نحطها هنا كده، وناخد كم عصير بتاعنا الحلو ده. بصوا ساقع ومتلج وتحفه. يلا بينا بقى نطلع فاصل صغير خالص ونرجع بعد الفاصل نطلع الفرن ونكمل حلقتنا.